والمزيد من الحديث حول موضوع الاختبارات الورقية وأهمية التأهيل النفسي للطلاب، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عثمان المحتوى الاستشاري التربوي. أستاذ عثمان حياك الله، ودائما سعداء بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. يعني أستاذ عثمان، من مرحلة الأونلاين إلى الاختبارات الورقية، السؤال كيف نهيئ أبنائنا للدخول إلى مرحلة الاختبارات الورقية والعودة إلى المدارس ودخول لجنة الاختبارات الحقيقية هذه المرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه ثاني مرة عيالنا راح يدخلون امتحانات من خلال كورونا، يعني صار في عندهم خلينا نقول فيدباك سابق. أنا أتوقع أن عيالنا يحتاجون إلى تأهيل، تأهيل نفسي، تأهيل اجتماعي، تأهيل صحي، تأهيل مادي، تأهيل روحي، حتى يقبلون على الامتحانات. لو قلنا شلون تأهيل نفسي، لازم نبعدهم عن الضغوطات اللي قاعد يعانون منها داخل الأسرة. لازم نرفع من قدرهم، نمدحهم، نثني عليهم، ما نعايرهم، ما نضغط عليهم في الدراسة. أي شيء ممكن يسبب لهم توتر نحاول نبعد عنهم. قضية الجسدي لازم نعطيهم أكل صحي، شراب صحي، نكثر من السوائل عندهم، ننظم ساعات النوم عندهم، ننظم أوقات حتى السهر والاستيقاظ، كل هذا يحتاج إلى ترتيب. التوعية طبعا بالنسبة للاجتماعي، نقلل قدر المستطاع من مناسباتنا الاجتماعية، العروس، حفلات العيد الميلاد، الملتشا وغيرها، نحاول قدر المستطاع نقللها، نخلي الوالد والوالدة قريبين حق عيالهم، مو دائما برا بالديوانيات أو كذا، يحاولون يطمنونهم، يبثون فيهم روح الحماسة، يحاولون يقولوا لهم ترى إحنا اللي يهمنا أنتم، يهمنا صحتكم، ما يهمني شنو النتيجة اللي راح تجيبها. أنا أتمنى لك طبعاً أنك تجيب لي درجات عالية، بس ما راح أضغط عليك، لأن حسب قدراتك، حسب إمكانياتك، أنت راح تحصل اللي يعني الله مسخرك حقه. بالنسبة حتى للقضية المادية، لازم نوفر لهم احتياجات مادية حق الامتحانات، شنو يحتاجونها، مثلا آلات حاسبة، أقلام، القضية هذه لازم تكون متاحة لهم. نحاول نبث فيهم الوازع الديني خلال الفترة هذه، نقوي ارتباطهم في رب العالمين، يعلقون مصيرهم في ربهم، يكثرون من الدعاء والاستغفار، يقربون في العبادات أكثر. كل هذه كلها عوامل تهيئة حق عيالنا يكونون أكثر استعداداً أن يقدموا الامتحانات إن شاء الله. طبعاً أكثر راحة. نتمنى بهذه النصائح طبعاً فعلاً أن يصلوا إلى الدرجات اللي فعلاً يطمحون إلى الوصول لها في ظل هذه الفترة. أستاذ عثمان، يعني في نقطة جداً مهمة خصوصاً في الآونة الأخيرة، التخوف من الامتحانات الورقية. يعني يمكن هذا الموضوع كان شوي طاغي في وسائل التواصل الاجتماعي، خوف الأهالي من القدوم الأطفال على الذهاب للمدارس بسبب جائحة كورونا، وخوف من أن يصاب المرض، على الرغم من تهيئة وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الصحة هذه المدارس من ناحية التباعد، وشفنا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تغطية كاملة لكيفية تجهيزات هذه المدارس استعدادا لاستقبال الطلبة للامتحانات الورقية. شلون نقدر نطمن الناس والطلبة بأن ولله الحمد يعني الأمور إن شاء الله راح تتم بشكل آمن؟ إن شاء الله. حسب تقديري أنا أن هذا يعني خوف مبالغ فيه. الحكومة مثل ما قلت قاعد تطمننا، وزارة الصحة قاعد تصرح أن التربية مستعدة وجهزت كل يعني الاحتياطات اللازمة للامتحانات. وزارة التربية تقول أن الفصل راح يكون فيه 6 طلاب فقط، يعني والتباعد بينهم حوالي 4 متر بين كل طالب وطالب. راح يتم الفحص قبل لا تدخل إلى القاعة، فهذه كلها تعطي نوع من الاطمئنان. إحنا الآن قاعد ندخل كل الأسواق، صحيح، وما في الاحترازات هذه، صحيح، وقاعد نقرب ونطول حتى في الجلسة، حتى في السوق، في المطاعم، في المقاهي، هذه كلها فتحت، ليش ما اعترضنا؟ فقط على المدرسة نعترض؟ لا، إحنا نطمن عيالنا وننشر فيهم يعني خلينا نقول الطمأنينة، ما نبالغ في اللي قاعد يصير من كورونا، ونوصيهم بالتوصيات الاحترازية، إن أول كل واحد يدير باله. هم خلينا نقول لابسين الكمام، غاسلين يديهم قبل وعقب الامتحانات، ماخذين أدويتهم، خلينا نقول في كثير منهم طعموا أصلا يعني، صحيح، فنسبة إصابتهم في قضية كورونا أو التخوف منها قضية مبالغ فيها. إحنا دورنا كأولياء أمور لا نحفز عيالنا إن لا يبغى روح امتحانات، توكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني كل الدول في الغالب افتحت المدارس
وحتى الان ما سمعنا ان في اصابات مؤثره بين الطلاب، وهذا جزء من عوده الحياه الطبيعيه يعني عوده المدارس صح؟ يعني حتى الحكومه يعني خففت قضيه الحظر، خففت المطاعم، خففت قضايا كثيره، هذا يقع تحتها ايضا، فهذا من ضمنهم يعني المدارس. طيب استاذ عثمان، يعني اذا نرجع في الذاكره، احنا لما كنا طلبه كان لما الاختبارات النهائيه تنقل من الفصل الى القاعه المخصصه للاختبارات كان يصير عندنا نوع من الضغط ونوع من الرهاب والخوف. فما بالك الحين الطلبة أكثر من سنتين وهما على الأونلاين، حاليا الانتقال إلى القاعات المخصصة للاختبارات. ودنا نوجه أيضا رسالة للمراقبين داخل هذه القاعات، كونك يعني استشاري تربوي، بعض التعليمات الخاصة بتهدئة الطلبة وبالتعامل مع الطلبة، وخاصة أنهم أساسا نفسيا في نوع من التخوف لدخول هذه القاعة. طبعا احنا بالبدايه خلينا نقول ان القلق شيء طبيعي على لا يزيد عن الحد، يعني شلون طبيعي؟ لانه قاعد يحفزني القلق اني انا اهتم اكثر، اني انا ادرس اكثر، اني احافظ على يعني المتطلبات اللي مطلوبه مني. اما اذا بالغنا في قضيه القلق والتوتر راح ندخل في قضيه مرضيه نحتاج الى دعم. دور المراقب داخل القاعه مهم جدا. الطالب عاده او مو الطالب، حتى احنا إذا صار تغير في المكان يصير عندنا توتر وقلق وخوف. بالضبط. إذا طلعت من وظيفة إلى وظيفة، من مكتب إلى مكتب، من بيت إلى بيت، فهالقلق المفروض يكون مقدر حتى من داخل القاعة اللي الموجودين فيها المراقبين. بداية لازم يستقبل الطلاب بابتسامة، مو يمسك العصات عند الباب وركض لا، ابتسامة، ضحك، قشمرة، يهون عليهم الموقف. صحيح. حتى داخل القاعة ما يراقبهم رقابة بوليسية مثل ما يقولون. أنت مو دورك، أنت إنسان تربوي، مو إنسان يعني شرطي قاعد راقب. لا تحاول تبحث عن الخطأ، لا، دور شيء صح، اثني على الطلاب، رحب فيهم، يعني وفر احتياجاتهم. في بعضهم يبون ماء، يبون عصير، تكرمون، يبون دورات مياه، يبون كذا. لا نتشدد في قضية الرقابة. أيضا يعني شنو يحتاج الطالب داخل القاعة؟ قد يحتاج أدوية أحيانا، يقول والله أنا مصدع من الامتحانات، فيكون عندي أنا مثلا بنادول، عندي أدوية سكر، في بعض الطلاب عندهم مرض سكر، فأكون أنا كمراقب ولي أمر للطالب داخل القاعة قدر المستطاع أني أراعيه. لو سمح الله أسوأ شيء شنو ممكن بغش، أجي له بيني وبينه، أقعد أساسره، يعني أنصحه وأقول له ترى أنا راح أشد عليك إذا لاحظت القضية الثانية، بدون ما أخليه يرتبك، وبدون ما أخلي الثاني يسمعونه. أنا المطلوب مني إنه ساعة ويعديها خلاص، فأكون يعني فعلا ترى هالمشاعر استاذ عثمان يعني لها دور وتطبع في الذاكره. يعني يمكن احنا رغم اننا تخرجنا منذ زمن الا ان ما زلنا نذكر يعني وجوه المدرسين اللي كانوا فعلا بنكهه الام ولا بنكهه الاب في فتره الامتحانات، وطبطبوا علينا وعطونا نوع من الاريحيه. يعني حتى المدرس لما يسال الطالب انا مو فاهم السؤال هذا، قد يكون الطالب فعلا مو فاهمه ترى لانه واقع تحت ضغط. صحيح. فانا اشرح لا وهدي واقول له خذ نفس، اشرب لك شويه ماء، يريح، طوف السؤال وارجع له مره ثانيه. ما احاول اقول له مالي شغل دبر نفسك. لا مو صحيح. صح. الكلمات هذه تزيد الضغط على طول. يعني صح، كلام زينه قبل شوي يعني اللي قالتها مرت في بالي وجوه كثيره يعني من الناس اللي فعلا اللي وجه لهم اكيد تحيه هامه فعلا، يعني صدق نذكرهم بكل خير، نتمنى ان شاء الله يكونون في خير وسعاده ان شاء الله. استاذ الاشياء اللي ممكن تلحي طالب عن الدراسة كثيرة في أيامنا هذه. صحيح. ومتوفرة بشكل يعني باليد، يعني نقدر نقول حتى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أكثر شيء. صحيح. يضيع في الطالب وقته من غير أي إفادة أو أي استفادة. ضروري يكون في هناك برامج تشجع الطلبة على أنهم يقضون وقتهم على التليفون، وهو الجهاز الأكثر يمكن يشدهم، الآيباد وما شابه، بس يكون في برامج مفيدة، تكون في يعني في فائدة وفيها أيضا فائدة دراسية يعني تساعده. شلون نقدر أن احنا نقنن المتابعة الأطفال ونحددها في إطار البرامج التعليمية، وبنفس الوقت نقلل من وقت البرامج اللي ما تستفيد منها ويركز على دراسته أكثر؟ احنا ممكن نقول أن 80% إذا مو أكثر من البرامج الموجودة في الأجهزة هذه هي برامج مفيدة جدا. جميل. 20% اللي ضارة ويعني ممكن تخسرنا عيالنا صحيا واجتماعيا ودينيا. المشكلة أن أغلب أبنائنا متجهين للعشرين مو للثمانين. ليش؟
العشرين هذه فيها تسلية، فيها يعني مرح، فيها يلقى نفسه، يلقى قشمرة، يلقى ناس يعني زين ممكن ينسونه، خلينا نقول عالم جاذب. أما الثمانين، الثمانين مواد جامدة، مواد علمية فعلا، أفلام علمية، مذكرات، كتب كذا، الطالب ما يبيها بالصيغة هذه. احنا دور الوالد هو اللي يحبب عياله في قضية الاستعانة بالأجهزة بما يعود عليه بالنفع العام، يحدد الساعات اللي ممكن يستخدمها، يضع بعض خلينا نقول يعني الاشتراطات بينه وبين الطالب. احنا نتكلم عن طالب الآن مراهق يعني بين 14 إلى 18 سنة، يحتاج إلى تواصل معه، حوار إيجابي كل يوم. إذا لاحظنا عليه أنه قاعد يشط في الأجهزة أو أنه قاعد يدخل في قنوات المفروض ما يدخلها، نقعد نحاوره كل يوم ما نتعب. أما إذا تركت الحبل على الغارب مثل ما يقولون، لا، راح يركز على 20 وينسى 80 هذه. طيب أستاذ عثمان، يعني خلال هذه الفترة، فترة الاستعداد للاختبارات، هل تنصح بأن نبتعد أو نبعدهم عن الأجهزة؟ يعني في البعض من أولياء الأمور يقوم بمنع بات الاقتراب من هذه الأجهزة، ويقول لك خلاص هذه فترة الحين دراسة وفترة يعني كتب، وهذا تشيل الأجهزة. ويمكن نلاقيها أن بعض الأمهات فعلا تشيل الآيبادات من الطلبة، تمنع مثلا فترة التلفزيون، تقول لا يتسكر هذا الأمر، ادرس ادرس ادرس. يعني هذه التعليمات اللي نسمعها صراحة. إذا تبي الرأي الشخصي، أنا ضد الأجهزة هذه كلها نهائيا، ما في تربوي. تسألين ما راح يحبون الطلبة الحين على الإجابة. الحل البديل شنو إذا كان فعلا هذه قضايا ممكن تدمر عيالنا صحيا مثل ما قلنا، اجتماعيا، نفسيا، ذهنيا، دينيا، قضايا كثيرة. أنا ما أقدر أسوي كنترول 100% عليهم. يعني الأجهزة منتشرة حتى بين الخدم، بين الأطفال، بين الكل. يعني أنا دوري الآن إني أبدأ أقنن، مثل ما قلنا ولي الأمر دوره إنه يضع لوائح داخل البيت، متى يستخدم الأجهزة، وين نستخدم الأجهزة، مو بغرف النوم على سبيل المثال، داخل الصالات المفتوحة. أحدد لك ساعات أنت تستخدمها، خاصة الآن في فترة امتحانات، أنت أحدد لك مثلا على سبيل المثال من ساعة كذا إلى ساعة كذا لك الحرية تدخل أجهزتك، بس الباقي لا، أنت مقيد، في عندك التزامات دينية، عندك التزامات اجتماعية معنا كأسرة، عندك التزامات أنك تراجع دروسك. فأنا أقعد أحدد معه، ومثل ما قلنا نضع اشتراطات أنه ما تدخل كل المواقع، ما ترد على أي واحد ممكن يكلمك، ما تدخل في صراعات، صراعات سياسية، صراعات مذهبية، صراعات اجتماعية. نحاول نوعي عيالنا كذا ما نقدر عن طريق الحوار كل يوم. جميل جدا، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا استاذ عثمان المحطب. يعني وجودك دائما فعلا معلوماتك توصل حق المشاهد بطريقه بسيطه وبنفس الوقت ثريه، فيعطيك العافيه على هذه المعلومات، على وجودك معنا في برنامج العالم هذا الصباح. كان معنا الاستاذ عثمان المحطب الاستشاري التربوي، جزيل الشكر لك مره ثانيه على وجودك معنا في برنامج العالم هذا الصباح.